طوبى للأم التي ولدتك وأرضعتك. بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويطيعونه. علمنا كيف نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. متى صليتم قولوا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نغفر لمن يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. في الكتاب المقدس يعلن الله أن المسيح سيأتي ليكون مخلص هذا العالم، وحياة يسوع تقدم لنا الدلائل على أنه كان حقاً من تحدث عنه الأنبياء. فإشعياء تنبأ بأن العذراء ستحبل وستلد ابناً، وبعد قرون كانت ولادة يسوع تحقيقاً لهذه النبوة. أعلن الكتاب المقدس أيضاً أن القدوس المولود من العذراء سيدعى ابن الله، وهكذا كان يسوع ابناً لله، ليس من منظور جسدي طبيعي، بل من ناحية روحية. ونحن نرى هذا واضحاً في الكيفية التي عاش بها يسوع حياته، إذ شفى المرضى وغفر خطاياهم وردهم إلى الله، واعداً إياهم بنصيب في ملكوت السماوات، ثم قدم نفسه ذبيحة للتكفير عن خطاياهم، وقام ثانية قاهراً الموت. قال يسوع عن حياته: ليس أحد يأخذها مني، بل أنا أضعها من ذاتي. لم تتمم حياة يسوع نبوات الأنبياء فقط، لكنها أكدت أيضاً حق كلمة الله المقدسة. فقد قال الأنبياء قبلاً: إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات. ويسوع نفسه قال: السماء والأرض تزولان، لكن كلامي لا يزول. جاء يسوع ليمنحنا ملء الحياة، لكن الإنسان عصى الله في جنة عدن، مختاراً أن يحيا كما يريد، وبهذا انفصل الإنسان عن خالقه. يعلن لنا الكتاب المقدس أننا جميعاً أخطأنا، ويعلن أن عقاب الخطية هو الموت، أي موتاً روحياً بابتعاد أبدي عن الله. لكن كما قدم الله لإبراهيم ذبيحة كبش عوضاً عن ابنه، هكذا أرسل الله يسوع المسيح ليموت بدلاً عنا. وهكذا أصلحت حياة يسوع وموته وقيامته العلاقة بين الله ومن يؤمنون به. وأولئك من يتبعون يسوع لا ينالون فقط غفران الخطايا، لكنهم قد نجوا أيضاً من دينونة الله الأبدية، ضامنين لهم مكاناً في الفردوس مع الله إلى الأبد. يقدم لك يسوع اليوم حياة جديدة وخلاصاً من سلطان الخطية، وهذا لا يعني اتباع دين جديد، لكنه إيمان بعمل يسوع الذي قال: ها أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. وهذا يعني أيضاً اللجوء إلى الله، واثقاً أن يسوع سيدخل حياتك غافراً خطاياك ومغيراً إياك إلى الإنسان الذي يريده. ولا يكفيك أن توافق فقط على ما تسمع الآن أو أن تختبر شعوراً عاطفياً، فنحن نقبل نعمة يسوع بالإيمان تعبيراً عن إرادتنا هذه. وحين تكون على استعداد لاتباع يسوع المسيح، فيمكنك عندها أن تخاطبه شخصياً من خلال صلاة بسيطة. قد ترغب الآن بأن تسلم حياتك لله. إن رغبت بهذا، فيمكنك أن تصلي هذه الصلاة بصمت في قلبك.
أيها الرب يسوع، أنا أحتاج إليك. أشكرك لأنك مت على الصليب لأجل خطاياي. أعترف الآن بخطاياي وأتوب عنها. أنا أفتح الآن باب قلبي وأقبلك مخلصاً ورباً. أشكرك لأنك غفرت لي خطاياي ومنحتني حياة أبدية. اجعلني ذلك الإنسان الذي تريدني أن أكونه. بينما أصبح واحداً من أتباعك. آمين. قال يسوع عمن يؤمنون به: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. لتختبر حياة البركة التي وعدك بها يسوع، عليك أن تتحدث إليه في كل يوم بالصلاة وأن تقرأ كلمته. أخبر عما صنعه في حياتك والتقي بآخرين ممن أحبوه وتبعوه، وتذكر وعده الرائع: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.老师，请你教阮要安怎祈祷，好无？恁就安尼祈祷：阮伫天里的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意伫遮，伫地里亲像伫天里。阮的日食今仔日予阮，赦免阮的辜负，亲像阮有赦免辜负阮的人。无你带阮入得去，就叫阮脱离迄个歹的。很久以前，郑先知就伫历史的册记载讲，上帝要赏赐弥赛亚来拯救罪人，福音甲上帝和好。耶稣的生平显现出伊的的确是上帝永远要赐这个世界救世主。先知以赛亚有写讲，要有在世女怀孕生子，这件事果然安尼发生。上帝借着伊的关灵，和玛利亚怀孕生子，就是耶稣。照圣经所记载，伊出世的神迹是上帝给咱的一个兆头，表明这个囡仔就是弥赛亚，是上帝所捌讲的伊的独生子。当人看见耶稣，就看见上帝的本质甲关联，伊医治人，赦免因的罪，并且应允人有分伫伊永远的国度内面。耶稣牺牲伊的性命，替咱众人承受刑罚，然后过啊，显出伊关联赢过死的关系。耶稣这位弥赛亚讲：“我有官兵放上我的性命，也有官兵服到我的性命。”耶稣的生平有照着正先知所写有关弥赛亚的生平，无唔对，耶稣就是上帝道。照着耶稣，上帝向全世界人显明伊家己，主耶稣也讲：天甲地未无去，我的话未无去。冤起头，上帝创造男甲女，予因真快乐，活伫上帝面前。
但是因唔相信上帝，违背伊的话，这种真见笑行为，让因甲上帝分离。圣经讲，世间人拢犯了罪，罪的工价乃是死。犯了罪的人是袂通活伫上帝面前，就亲像上帝陪伴一只公羊啊来代替阿伯拉罕的子受死。上帝也赏赐耶稣为亚当的后裔受死。伊安尼做，要让遐相信耶稣的人定心转到上帝面前。彼得讲，正先知所讲的就是耶稣。既然相信伊的人，上帝要赦免因的罪。所以，既然跟随耶稣的人，就会脱出地狱的刑罚，就甲上帝伫乐园永远徛起。耶稣对死过完了后，甲跟随伊的人讲：人就奉我的名传悔改、赦罪的道理，对耶路撒冷直到万邦。耶稣也有讲，伊要赐予上帝的圣神，甲跟随伊的人同在，引出人明白真理，赐予人快乐。去遵行上帝道。当彼个犯了罪的妇人人悔改，并且跟随耶稣的时，耶稣对伊讲：“你的罪赦免了，因为你相信我，所以你得救了。”耶稣讲：“当一个人真正相信上帝时，就表明伊的罪已经得到赦免。当时界定的罪犯相信耶稣，并且求耶稣救伊的时，耶稣讲。”今日你要甲我踮伫乐园内面，那是决定要跟随耶稣的人，通用下面的祈祷来恢复甲上帝建立亲密佮美好的关系。天父上帝啊，你是公义的，感谢你听我，我真正艰苦心，我违背了你的命令，犯罪得罪你，感谢你想使耶稣代替我死伫十字架顶。各位我对死过啊，感谢你可以为我所犯的罪受刑罚，我愿意接受耶稣做我的救主和我的主，感谢你赦免我的罪，替我开路，让我有通在你的国度里面和你永远站起，我求你将圣神赐予我，支持我行在你的道路，使我快乐，专心听你，并且活出一个你所欢喜的生命。愿全地拢活到你的圣名，阿门。耶稣对军队伊的人讲：，我羊啊，知影我的声音，我真捌因，因也要军队我。军队耶稣甲听伊的人，拢组织做伙，同心研读圣经，每日祈祷。学习伊的模样，并且向别人传道理。耶稣赐予圣神保惠师，引带因，坚固因。因确定耶稣伫上天到宝座顶的时所留的应允，天顶地下所有官兵拢已经赐予我，所以恁就去，互万百姓做我的门徒，我就常常甲恁伫地，直到世间的落尾。